السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أبطال. معكم الأستاذ ماجد علي العطوي من مدرسة أبوك الأهلية النموذجية. درسنا اليوم هو مراجعة الأشكال. يقول لنا هنا في السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. هيا بنا. يقول لنا هنا المستطيل له 4 أضلاع و3 رؤوس، لنتأكد ضلع، ضلعان، 4 أضلاع بالفعل و3 رؤوس. هل له 3 رؤوس؟ نتأكد. رأس، 2، 3، 4 رؤوس. له 4 رؤوس وليس 3 رؤوس. هل الإجابة هنا صح أم خطأ؟ أحسنتم، خطأ، لأن المستطيل له 4 رؤوس. ننتقل إلى الذي يليه. هنا قال لنا المربع له 4 أضلاع و4 رؤوس. نتأكد. ظل، ظلعان، 3، 4 أضلاع بالفعل و4 رؤوس. رأس، رأسان، 3، 4 رؤوس وله 4 رؤوس. هل الإجابة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نعم صحيحة، لأن المربع له 4 أضلاع و4 رؤوس. ننتقل إلى الذي يليه. قال لنا هنا المثلث له 3 أضلاع و3 رؤوس. نتأكد معا. ضلع، ضلعان، 3 أضلاع. هل له 3 رؤوس؟ رأس، رأسان، 3 رؤوس. أحسنتم، إذن هل الإجابة هنا صح أم خطأ؟ أحسنتم، صحيحة. ننتقل إلى الذي يليه. قال لنا هنا الدائرة له 3 أضلاع و4 رؤوس. وأنا علمتكم من قبل بأن الدائرة ليس لها أضلاع وليس لها رؤوس. إذن هل الإجابة هنا خطأ أم صح؟ أحسنتم، خاطئة. انتهينا يا أبطال، وشكرا لكم.